جيد ما بدنا نوصل بالليالي. يلا شو رايكم ننزل نفطر بشي محل يا جماعة؟ ايه والله انا كتير جعت. وين بتحب نوقف اخي نعيم؟ لا يا حبيبي لا، انا ما بحب وقف ابدا، يعني ما حدكم تعرفوا طبعي، انا وقت بكون على طريق سفر بحط رجلي على البنزين وما بقيم رجلي عن البنزين لحتى نوصل. بس هذا سيران يا نعيم مو سباق. سيران ولا ميران ضروري نقضي نص نهار على الطريق، بس توصلوا لطرطوس بتتسهرنوا لتشبعوا. ايه بس انا جوعانه، مادتي بلشت تفرق علي فرق. ولا يهمك حبيبتي، ليكو معنا سندويش ومعنا فطاير ومعنا ترمس شاي وكل شيء بيحبه قلبك. وهالدنيا ياهو وهالدنيا ياهو وهالدنيا ياهو وهالدنيا ياهو وهالدنيا ياهو وهالدنيا ياهو وهالدنيا ياهو. تزعل على شو على شو؟ ما عملنا لك شي وهالدنيا كلها ما بتساوي أشي. هبا اسمعي مني وسلمي الدق لأني رح أغلبك مرس. ها لا ستي ما رح سلمك، وإذا مفكري حالك رح تغلبيني مرس فلا تسني سناني. إيه زنبك على جنبك لعبي. وهالدنيا يهو نعيم حلوة اللغز اللي معها. إيه ما بو شي. لمين؟ للمغامرين الخمسة تختخ وجماعته. بشرفك لتختخ؟ الله يخليك يا نعيم، بس تخلص عطيني لأقرا. ايه تكرم عيونك. شكرا نعيم. هلا هيك رح يقضوا لنا اياها رموز والغاز؟ خليها لالله احسن شي، زدتي الزهر من ايدك. جهاردو لساتها الخانة مفتوحة. قوم لك ما جيت. لوين بدي قوم؟ قوم نتمشى ناح البحر. ها جيب معي عدة الصيد. جيبي اللي بدك اياه. ما منطور يا جماعة. لوين رايحين؟ رايحين نصطاد سمك. انتو بلشوا بالمقالي والسلطات على بين ما نرجع. تروحوا معنا؟ بعمرك شفت ست عم تصطاد سمك. روح روح. قومي معي قومي لقلي. خلينا نكمل اللعبة. قومي بلش نحضر بلاها هلأ غالبتك خلاص. هلا هيك بدنا نضل طول النهار على هالقعدة؟ ايه شو بدنا نعمل يا نعيم؟ عم نتسلى بهالصيد. دخيلك انت وهالتسلاية. ايه من الصبح لهلا ما صدنا شي. ليكون ما في سمك بهالبحر هاد. معقولة بحر بلا سمك؟ انا قصدي بجوز هالقرنة بالذات ما يكون فيها سمك. هاي الشغلة بعلم الغيب. علم عند الله يعني. طيب ليكون هالسمك ما حب الطعم. شو بدك يعني حط له شيش طاووق لحتى يحبه؟ ليش شو دين اللحمة اللي حطيت له اياها؟ ما حطيت له لحمة، حطيت له طون من هذا الاحمر الرديء يلي السمك بيحبه. قال بيحبه قال، الى حد هلا ما علقت ولا سمكة. لك ما جيت ليكون عم ياكلوا الطعم ويهربوا. ولك عم يضحكوا على عقلنا. ها لك علقت السنارة. دخيلك انت وسنارتك. شو رح تصطاد يعني؟ سمكة قرش؟ يا سيدي با انت سمكة مهبرة لانه وزنها تقيل. مهبرة؟ يا عظيم كتير. هلأ منقليها بالمقلاية. اسحاب لك اسحاب اسحاب. يا حبيبي نعيم ليك شو طلعلنا قنينة؟ منيح اني ما طلع لك ابريق شاي مصدي او بوت عسكري من تبعات البحريه. اوعى اوعى ترميها. ها لا ترميها لا ترميها قبل ما اشوفها. هات لشوف. عم تعرف شو هي؟ قنينه فاضي. شو بدك تكون يعني؟ بس ليش حاطيننا بشبك يا ترى؟ انا بقول لك ليش. انت شايف فيلم جزيرة القرصان ولا مالك شايفه؟ ما بتذكر. طيب شايف فيلم القرصان الناري؟ لا ماني شايفه.
يا سيدي بهذا الفيلم كانوا يبعثوا رسائل مهمة بأناني مثل هي، مثلها بالضبط. إيه بس الفيلم عبارة عن قصة وكله خيال بخيال. ما في شيء اسمه خيال يا ماجد، كل الأحداث اللي بيحطوها إلها أساس بالواقع. بعدين هالأسلوب بالتخاطب، التخاطب الأناني يعني، كان دارج كتير خاصة عند الناس يلي بدهم يبوحوا بأسرارهم للمجهول، وكل هالشي تحت وطأة المعاناة النفسية والقهر النفسي شديدين، يا من المجتمع يا من الحكام يا من الظلام الله يبعدنا عنهم. يعني مثلا فتاة صبية بدها تخاطب حبيبها، بدها تبوح بأسرار الشخصية لكائن من كان حتى ما تنفجر من القهر، فكانت تبوح للبحر، وهالأناني هي صمام أمان، وغالبا هالرسائل غير موقعة بأسماء أشخاص. يعني هلأ بدك تفهمني إنه بهالأنينة في رسالة؟ نعم إذا ما خاب ظني. افتحها لك أنا ورجينا شو فيها. هات لشوف، شوقتني. تكرم عيونك، رح أفتحها. قاسية كتير. شد. لحظة لحظة لحظة. شو هالدعي؟ لك رسالة يا ماجد. شو هالحكي؟ رسالة مثل ما توقعت. لك فرجيني لشوف شو مكتوب فيها. لحظة لحظة. إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ إذا كنت في كل الأمور على عمل، فكن دائما أرضا يطاك الذي يدري. ومن أزعج الأشياء أنك لا تدري وأنك تدري بأنك لا تدري. شو هذا؟ فهمت شي؟ لازم أفهم، مو حلوة مشان أدري. بس شو هذا المرسوم بهالرسالة؟ ما بعرف فعلا يا ماجد، أمر هالرسالة غريب جدا. والله ما فهمنا شي، عد لنا هيك البيت الأخراني. ومن أزعج الأشياء أنك لا تدري وأنك تدري بأنك لا تدري. وبالسفل في أرقام: 1 47 134 33 12 1 20 44 144 145. طب شو بيصدب هالأرقام؟ يا ترى مين كاتب هالرسالة؟ يعني مين بده يكون كاتبها؟ شي واحد خرفان. لا لا ابدا يا ماجد، مو خرفان ابدا. ليش شو طلع معك انت نعي؟ يا سيدي اغلب الظن انها خريطة كنز. شو؟ كنز؟ بكوز وطي صوتي، مو لازم حدا يسمعنا. ودخيلك كيف عرفت انه خريطة كنز؟ بالخبرة، ما بدي اتذكر المسألة. هلا لا تقلي انه قرايه الالغاز وافلام هيتشكوك واغاسا كريستي اعطتك هالخبره. لا تتمسخري يا عصمات، مبين الشغله جد. ها وانا شايف احداث مشابهه تماما للي عم يصير معنا بفيلم قرصان الجزيره. حتى الخريطه هي مرسومه بطريقه مشابهه كتير للفيلم. معناتها كل الشغله لعبه بلعبه، في واحد حب يمزح هالمزحه قام رسم خريطه ولحشة بالبحر. ما بعتقد ابدا، لانه هالرساله قديمه كتير، من 100 سنة يمكن. طيب شلون طلعت معكم بالسنارة؟ شلون مالها غرقانة؟ تحرك التيارات رافع على فوق هيك يظهر. يعني ممكن نلاقي الكنز؟ طيب ليش لافينا بشبك؟ لحتى تعلق بالسنارة. أبصر شو الظروف، ما بتعرفوا. هلا رد علي نعيم، ليش ما عم ترد علي بقى؟ مري هبة خانم. يعني ممكن نلاقي الكنز ولا مو ممكن؟ ممكن، ليش مو ممكن؟ طيب شو بده يعرفنا بمكانه؟ بالتجربة. وشلون بدنا نجرب بقى؟ أول شي لازم فك رموز الخريطة حتى أقدر حدد موقع الكنز، وإذا لقيناه بيكون حظنا من السماء. وإذا ما لقيناه؟ ستي منكون عملنا مغامرة لطيفة تسلينا فيها وكسرنا هالروتين شوي. يا ترى يا نعيم أنت بتقدر تفك شفرة الأرقام والشعر والحجرتين والحية؟ يا سيدي بدي حاول، بس أنتوا تركوني أسهر الليلة على هالخريطة ولا تزنوا فوق راسي لحتى حدد الموقع بالضبط، وبكرة برد لكم جواب. يعني إجتك شغلة تلهيك عنا، ماشي الحال،
يلا قوموا نتغدى، الأكل جاهز. يلا يلا يا جماعة يلا. ماشي الحال. يلا. ومن أزعج الأشياء أن تتغدى. علاقة بين الشعر والأرقام. يعني رح لقي الكنز؟ لك طولي بالك انت تاني لحظة بس. ماجد عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لا والله ما عم بمزح يا ستي. مرقمين الحروف والأرقام. مثلا إذا كنت لا تدري، الألف يعني واحد، السبعة يعني إذا كنت لا تدري، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني اللام، صار معنا ال، والثمانة عشرين يعني الكاف، ورقم أربعة يعني المية وأربعة وثلاثين يعني حرف الزين. يعني صار معنا الكلمة الكنز، يعني رح نلاقي لها الكنز. طولي بالك هبة شوي، خلينا نفهم. يعني صارت الجملة الكنز، الكنز في الجزيرة. الكنز؟ لك الكنز؟ لك الكنز؟ الكنز 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 الكنز. طيب والحجرين والحية شو يعني؟ الحجرين والحية يعني محل مو مدفون الكنز. إيه بس ما في جزيرة قريبة من هون غير جزيرة أرواد. صحيح جزيرة أرواد، وشو المانع يعني؟ لكن قوموا قوموا هلأ نروح على أرواد. لك شو صار لك هبة؟ صارت الساعة واحدة ونص بعد نص الليل، خلاص بكرة الصباح رباح. يا فرحتي يا عصمت يا فرحتي، قسما بالله لو ما لقينا الكنز انا فرحان لاني اكتشفت الشفره. لك ايه لكان، انا عرفانه مين متجوزه. يا ستي انت اخذه اذكى رجل بالعالم. ايه لكان. وماجد ماجد ماجد رفيقه لاذكى رجل بالعالم. معلوم يسلم لي هالتم. لكان وينكم هلا؟ خبروا ماجد وناموا واتركوني شوي حتى ادقق بالخريطه. ماشي. طيب. تصبحوا على خير. تصبح على خير. لأنت ضليت سهران مبارح للأربعة الصبح. نعيم طمنا شو الأخبار؟ اطمن وكل شي تمام. يعني فهمت شي من هالخريطة؟ فهمت كل شي. شو هالحكي؟ يعني قدرت تحدد موقع الكنز؟ إذا كان بالفعل في كنز بالموقع المرسوم بالخريطة فاعتبروا الكنز صار معنا، ما في جدال. روح يا نعيم، الله يسمع منك يا رب. وين المحل؟ بعيد من هون؟ لا جزيرة أرواد، وغالباً تحت حيط القلعة الغربي، ورسمت خريطة واضحة تماماً للموقع. ورجينا شو؟ تفضل، هي جهود ليلة مبارحة. طيب بدي أفهم أنا، شو عرفك إنه تحت الحيط الغربي للألعاب؟ يا سيدي مرسوم حيط والشمس عم تغرب عليه، وتحت الحيط الغربي للألعاب في جرن حجر صغير، وبين الصخرتين يلي ورا الجرن في وكر حية، وأغلب الظن إنه الكنز موجود بوكر الحية. ولي على قامتي، وشلون بتكون طالعوا الكنز من تحت الحية؟ ها ها يا ستي الله يطعمها تكون موجودة، ولك أنا بعرف كيف أسحبها وأسحب الكنز من تحتها كمان. طيب نعيم شلون لحتى قابرين الكنز تحت الحية؟ لكان مشان ما حدا توقع إيده عليه، وهي عادة قديمة كتير. كل اللصوص والحرامية بأيام زمان كانوا يخبوا الذهب والمجوهرات بهالطريقة هاي. الله يجيرنا يا رب. ايه نعيم شو بدنا نعمل هلا؟ رسمت خطة محكمة كتير، إذا طبقناها منيح اليوم قبل المغرب بيكون الكنز هون بالشاليه. من تمك لبواب السما يا رب.
هلأ بعد الفطور مننزل أنا وياك على الشط ومنحمل معنا كل العدة اللازمة ومنستأجر قارب يوصلنا على جزيرة أرواد ومنخليه ينتظرنا وبساعة زمان منسحب الكنز ومنرجع. إيه ونحنا ما بدنا نروح معكم؟ لا أنتوا لا انتظرونا هون لحتى نرجع، هالشغلة ما بتناسبكم. بس لا هيك كتير بنشغل بالنا عليكم. الله سمح له يا ستي، رح نستأجر جهازين خليوي، واحد بيضل معنا واحد بيضل معكم لحتى نكون على اتصال مباشر نحن وياكم. عن جد نعيم فكرة بتجنن. نعيم بس شلون بدنا نحفر بالنهار؟ أحسن من الليل، على القليل إذا حدا شافنا عم نحفر بالنهار ما رح يشك فينا وممكن نتحجج بأي حجة. لك يا عيني عليك يا نعيم، عامل حساب لكل شيء. لك لحتى تعرف انه قراية القصص البوليسية والألغاز والفرجي على أفلام المغامرات والرعب ما راح بوش. ولك أنا من صغري بتفرج على شازام وفلاش جوردن وطرزان وسوبرمان كمان. وأنا هيك تماما. يلا يا جماعة خلينا نفطر حتى نتحرك على بكير، ما بدنا نضوع وقت، دبني الحماس. يلا يلا تفضلوا. هاتي زيتون. شو صار معك؟ لقيت لك قارب بياخد العقل بس صاحبه أطرش وأبكام. أطرش وأبكام؟ عظيم جدا، شو المانع؟ هذا عز الطلب، قديش اتفقت معه؟ قلت بسألك بالأول. لك ما بدها سؤال، شغلة باينة، الله بعت لنا إياه من السما. امشي لقلك امشي حميل. يلا دقيقة ها. اي اي قل له بدنا روحة ورجعة. روحة ورجعة ساعتين. ايه أنا ونعيم سوا سوا على أرواد. با. ها روحة ورجعة. با. ساعتين قديش؟ با. با. 200. عم بيقول قال بده 2000 ورقة. لا شو 2000 ليرة كتير هيك؟ عم بيقول لك 2000 كتير كبير. با با. قال عم بيقول طز ما بده يروح. العمى. لا لا ماشي الحال ماشي الحال ماشي. حمين. اوكي. ايه. ما معي هلا بعطيك هلا هلا هونيك بعطيك. ايه يلا زين. يا بالاتجاه هذا يا بالاتجاه هذا، ما في حل ثاني. ما معك خريطة؟ معي معي يا حبيبي معي، عم بحكي عن علم. من هون؟ اها شرد. بس وينك؟ قل له ينتظر لحتى نرجع. يا اخونا هي انتظرنا لحتى نرجع. با 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 قال ايه؟ ماشي الحال يعطيك العافية. با با Thank you.
دفش دفش. شو ما عم تعرف تشتغل على الخريطة يا نعيم؟ ولا يهمك. كثير بالك ها، بجوز تكون هاي محنشة. ها شو يعني محنشة؟ يعني منطقة حناش. شو هالحكي؟ بس لازم يحطوا شخص يا أخي. ها ليك وينه؟ وينه؟ قسما بالله هات يمكن جرن المكسور. قسما بالله صحيح. شو موجود على الخريطة عندي؟ وهي الحجرتين الكبار. شفت؟ شفت شلون حساباتي بدها تزبط؟ لك بشرفي انك عبقري وانا ببصم لك بالعشرة. طلعت أزكى من أرسين لوبين بألف مرة. إيه لك لحتى تعرف. طيب هلا ارسين شو بدنا نعيم شو بدنا نعمل هلا يا سيدي؟ فرد لي عدتك لقلك فدا لشوف فرد. يلا شو وين راحت هاي؟ دقيقة يا جون. اخي شو عم تعمل يا نعيم؟ إيه لك كان هلا اذا الحية او الحنش موجودين يا اما بيطلعوا يا اما بيهربوا. ان شاء الله بيهربوا. لك كت شوية بنزين كت بركي بتقوى النار شوي كت. ايوه برافو عليك. ما في شيء. اسمع خلينا نبلش حفر. يلا يلا. لك شو قصتهم؟ صار لهم ساعتين ما اتصلوا. طب احكي معهم. انت ليش ما عم تحكي معهم؟ هيك ايه ما فيها شيء. احكي معهم. الو نعيم، لك وينكم؟ شغل بالنا عليكم. شو هالحكي؟ ايه عن جد؟ طيب خبرنا بكل شيء اول باول. الله يعطيك العافيه يا رب. الله معك. شو قال لي؟ قال بلشوا بالحفر. معناها وصلوا لمكان الكنز. لك وصلوا ولقوا المكان مثل ما مرسوم بالخريطة بالضبط. الله يكملها معهم ويجيبوا لنا هالكنز يا رب. لحظة لحظة واقف واقف. بدي اشوف الحنش. لا شو الحنش؟ الجرة. ايوه الجرة. كان طالع جرى انتي على بين ما امنع الناس من الاقتراب. يلا نعيم. واقف يا حبيبي واقف. الله يرضى عليك ما بدي خوفكم بس لقينا حناش هلا هون. خلص هالعنتار. اي نعم مطخين كثير. هات لك هات هات شوف. افتح افتح. لا 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 لك ذهب لك ذهب يا ماجي. وطي صوت ذهب مبروك علينا يا نعيم. وينك؟ روح لقي لك شي شغله حتى نضب هالذهبات فيها. اوام الله يرضى عليك. يلا اوام. الله يكرمك. يسلم وديات يا رب. وينك ساعدني لنحط هالذهبات كلها تون جوات التنكي. جبل هاي جبل جبل جبل. الله يرضى عليك. جيب شوية حجار ووسخ وخام واجر بقدونس وبطيخ بندورة شو مكان حتى ما نلفت نظر. بس هيك بتصير ثقيلة. معلش بنتساعد على حملها من هون لنوصل على القارب. شو رأيك نترك باقي الاغراض هون؟ لا لا ما بدنا نترك شيء هون. مفروض ما نترك اي اثار. بعدين لازم نرجع على القارب مثل ما رحنا. ما فهمت عليك. يعني لازم نرجع معنا كل الاغراض اللي كنا حاملينها لحتى ما يشك فينا الزلمه. ولك يا عيني عليك يا نعيم لوبين، انت ما بتفوتك اي شغله. بس وينك لما بدنا نطلع على القارب ما بدنا حدا ينتبه؟ ها ولا يهمك. انا بطلع على القارب بدون ما ينتبه صاحب القارب. اصبح روح دبر شويه وسخ الله يرضى عليك مشان تمويه. منين بدي دبر وسخ يا نعيم؟ لك قلت وسخ شوف من الشارع من هون من هون. جيب شوية من عند رئيس البلدية. خلصني. حاضر. عظيم جدا حظنا قوي كتير يلي لقينا نايم. إلا كان بسرعة خلينا نحط هالغراض قبل ما يفيق. يلا يلا يلا.
فيه. هبا 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 الو مرحبا عصمت، هاتي البشارة، هاتي البشارة يا عصومة. ليش لقيتوا الكنز؟ نعم يا ستي لقيناه. عن جد نعيم؟ عن جد عم تحكي؟ لك هبة لقوا الكنز؟ استغفري قلبي يا عصمت، على هالخبر يا مهلاكي. سأليهم قديش قديش؟ صحيح قديش قديش الكنز؟ لك شو بيعرفني، بس مو أقل من 10 كيلو ذهب. ألف مبروك حبيبي. وهلا وينكن انتو؟ على طريق الرجعة، يعني بعد نص ساعة ثلاث ربع ساعة منكون عندكن، نحن وتنكة الذهب. ونحن بانتظاركن على أحر من الجمر. شو قديش لقوا؟ لقوا بالتنكة 10 كيلو ذهب. نعمة كريم، كتير كتير منيح. هلا صار فينا نشتري البيت يا رب. لا نحن ما بدنا نشتري شي، رح ألعب بعقل نعيم ياخدني سياحة حول العالم. كمان معقول. وين التركة؟ وين حطيتها أنت؟ هون هون. وين؟ هبا 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 هبا. سألوا وين التركة؟ هبا هلا هبكي هبكي التركة وينها؟ تاب اللي عم بقلبه زتا. لك شو زتا؟ الله لا يعطيك عافية فهو تعبك. لك طار الكنز، طار والذهبات. لك يخرب بيتك وبيت بيتك. شو غبي؟ لك حمار أنت حمار؟ لك لكيني حريق صلحاني معك. يا الله نعيم ما جيت؟ تأملني شو مطل انت؟ الحمد لله السلامة. لك شو بكو؟ ليش هيك ساكتي؟ شو وينها تنكة الذهب؟ هبا 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 شو ها؟ فهمتي شي عصمة؟ هبا 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 هبا